يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها؟ وهل يجوز للرجل أن ينصح للمرأة قبل الدخول وبعد العقد؟ الحديث الصحيح: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب رجلا على امرأته، وهو ثابت في الصحيح. والمراد بخبب يعني أفسد، فالمرأة التي تفسد المرأة على زوجها ملعونة، والرجل الذي يفسد المرأة يفسد الرجل على زوجته ملعون. ولا مفهوم لقوله رجل أو امرأة، هو عبر بالمرأة مع المرأة لأنه الغالب، ولا يمنع أن الرجل يخبب المرأة على زوجها، مثل الأخ يفسد أخته على زوجها، ولا يمنع أن المرأة مثل الأخت تفسد أخيها على زوجته. هذا وعيد شديد، والناس يحتاجون بين الفترة والفترة أن يذكروا به، لأن كثيرا من بيوت المسلمين هدمت بسبب التخبيب. والمراد بالتخبيب الإفساد، والإفساد غالبا ما يكون بالقول، أن تأتي المرأة إلى المرأة وتقول لها: ماذا تفعلين في بيتك؟ فتقول كذا وكذا، فتقول لها: لا تفعلي هذا، افعلي مع زوجك كذا وكذا، وتدلها على التمرد والنشوز، وتحتقر نعمة زوجها عليها، تقول: لماذا يشتري لك هذا؟ ولماذا لا يفرش لك البيت؟ ولماذا اشترى لك هذا الفراش وقيمته زهيدة؟ ولماذا يفعل بك كذا؟ ولماذا يفعل بك كذا؟ فكم من امرأة جلست مع المرأة فقالت كلاما وخرجت من بيتها ملعونة بلعنة الله، سواء علمت أو لم تعلم. وأسوأ ما يكون من الإفساد أن تكون هذه المرأة حاقدة على الزوج، أو حاقدة على أهل الزوج، أو حاقدة أو غائرة أو فيها غيرة على الزوجة نفسها، فتأتي كأنها تنصحها وهي تريد أن تؤذيها، فهذا يجتمع فيه مع الذنب ذنوب، ومع الخطيئة خطايا. وكثير من المشاكل الزوجية تأتي بسبب مثل هذه التصرفات. إذا ينبغي على النساء والأخوات الداعيات أن يذكرن النساء أن المرأة إذا دخلت بيتك فامنعيها أن تتدخل في أي شأن من شؤون البيت، لن تجد أصلح من الرجل مع المرأة إذا ترك الرجل مع زوجته. كثير من المشاكل تأتي بدخول الغريب ولو كان أقرب القريب، لكن أن تكون المرأة تتدخل في شؤون المرأة لتصبيرها، لتعريفها نعمة الزوج، هذا لا بأس به. أما أن تتدخل من أجل والعياذ بالله أن تفسد قلب الزوجة على زوجها، تجد المرأة راضية بشراء زوجها لها في طعامها وشرابها وكسوتها وكسوة أولادها، فتأتي والعياذ بالله فتقلبها رأسا على عقب وبأسلوب مؤثر، لأن هذه المسكينة التي تخبب لا تعلم أن الكلمة تهوي بصاحبها والعياذ بالله في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا كانت المرأة تتكلم بالكلام الذي يفسد المرأة على زوجها، فإنها قد تتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله ما تلقي لها بالا، تقول لها: لماذا يفعل بك كذا؟ ولماذا يقول لك كذا؟ كان النساء الصالحات الفاضلات إذا زارت المرأة تزور أختها من أجل أن تقوي إيمانها، تسألها عن صلاتها، عن عبادتها، تعلمها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها ذكر الله، تعلمها. فإن وجدت عندها
خيرا ثبتتها عليه. وإذا جاءت المرأة الصالحة كانوا في القديم تخرج المرأة من البيت وقد عمر قلب المرأة بحب زوجها، تقول لها يا فلانة أما علمتي أن الزوج هو جنتك ونارك؟ يا فلانة كانت أمي، وهذا نعرفه وكان يتحدث به النساء الصالحات، كانت المرأة إذا زارت المرأة تخوفها من حق الزوج والعشير، كانت تقول لها يا فلانة انتبهي لأولادك، إذا غفلت عن طعام الولد والشراب يمكن يذهب بك إلى النار. ما كانت المرأة إلا ناصحة. أما والعياذ بالله إذا أصبحت والعياذ بالله فاضحة متهتكة في حدود الله لا تسأل، حتى أصبحت المرأة يكسوها الرجل أحسن الكسوة ويدخل على بيتها أحسن الملبس وأحسن المطعم وتفسدها على زوجها، إما أن تطلب منها ما هو أكثر أو تقول زوجك إنسان ساذج أو مغفل، نسأل الله السلامة عليه. وهذا نعرف من فتاوى الناس. ولماذا في بعض هذه المسائل نحتاج أن نفصل أكثر من كثرة ما تكتوي به القلوب من سماع المآسي؟ امرأة تعيش مع زوجها قرابة 20 سنة وهي أسعد ما تكون، ثم تنتقل إلى حي من الأحياء فتبتلى بجارة سوء والعياذ بالله، فتدخل عليها في يوم تقلبها رأسا على عقب، وتصبح الزوجة من أشد ما تكون تمردا على زوجها. والله إني لا أعرف من الناس الصالحين من كانت زوجه قدوة في الصلاح والخير وفسدت بمجلس واحد من جارتها. ولذلك استعذ بالله، نعوذ بالله عز وجل من مضلات الفتن وأهلها. فالمرأة إذا دخلت على المرأة بالشر أهلكتها، ولذلك تتعجب كيف لعنة، اللعن من أشد العقوبات والعياذ بالله، هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. كيف يرد اللعن على التخبيب؟ لأن وراءه من المصائب وهدم بيوت المسلمين ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. تخبيب المرأة على زوجها، تخبيب الزوج على زوجته، يأتي الرجل ويزور الرجل فتأتي زوجته وتصنع له الطعام، يتعشى من طعامها ويتغذى من طعامها ويأكل طعامها ويعيبها ويفسد زوجها عليها، الظالم الآثم الذي لا يخاف الله. ولذلك من القبائح تحدث الرجال بما يكون بينهم وبين نسائهم، وتحدث النساء بما يكون بينهم بين رجالهم. صحيح أن هذا في الأمور الخاصة، لكن في الأمور الخاصة قد تهدم البيوت، وهذا معنى دقيق أشارت إليه السنة، أن المرأة ترضى من زوجها. المرأة إذا أحبت زوجها لم تبحث عن فراش ولم تبحث عن، بعض النساء لا تفكر إلا في الرجل الكريم المعشر الطيب، ومنهن من لا تفكر إلا في صلاحه، ونفسها راضية مطمئنة وتعيش سعيدة وتمشي على هذا السنوات. فتأتي امرأة بكلمة واحدة وتقول كلمة وكأنها لا تعنيها وهي تكوي بها قلب هذه المسكينة، وينفذ الشيطان والعياذ بالله، وعندها لا تسأل عن العواقب. ولذلك الحذر، كل الحذر من مجالس الرجال ومجالس النساء. العاقل الحكيم لا يذكر أمور أهله حتى ولو كان عنده بعض المآسي الموجودة في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر، حتى يعلمنا الصبر والرضا وأن نتحمل. فإذا أصبح الرجل يفشي سر أهله، والله أن أم العيال تضيعنا، أم العيال تنسانا، أم العيال تفعل، ويتكلم في امرأته، نسأل الله السلامة والعافية، ويغتابها، فهذا بلاء عظيم وشر وخيم. والأئمة والخطباء ينبغي أن ننبه الناس على هذا الأمر، لأن والله من يعرف فتاوى الناس ويسمع القصص والمآسي والبيوت التي هدمت بسبب التدخل في شؤون الزوج والزوجة، هذا شره عظيم وبلاؤه وخيم. ومن هنا ينبغي على الحكيم العاقل أن لا يدخل بينه وبين زوجه أحدا. كان رجل بينه وبين امرأته أمور، فحاول من معه أن يدخل
وأن يعرف ما الذي يجري بينه وبين زوجه.